يمكن احنا في واحد من الناس من ضمن القيم اللي بتحكمنا في هذا البرنامج او المبادئ فكرة البر بالوالدين. ويمكن كتير بيلاحظوا ان انا ببقى حريص ان انا اتناول بعض القضايا او بعض الموضوعات الخاصة بالبر بالوالدين، وبجيب نماذج لعقوق عشان اقول يا جماعة فوقوا، يا جماعة ارجعوا لأهاليكوا، يا جماعة ممكن باللحظة والتانية اللي انت يعني بترفض انك انت ترحمها امك او ابوك تبقى مش موجود على وجه الارض، تنتقل الى رحمة الله وتندم وتقعد طول عمرك تلعن اللحظة اللي انت عملت فيها كده مع ابوك وامك. احنا بنحاول في هذا المبدأ في البرنامج نكرس مبدأ الرحمة، ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. بنحاول دايما ان احنا نحقق فكرة ازاي نوقر الاباء والامهات ونحب على ايديهم ورجليهم على قد ما تدون، على قد ما لازم نرد لهم الجميل. يمكن ده من ضمن الرسائل الاساسيه والرئيسه اللي انا متبنيها في واحد من الناس، مش من النهارده، من اكتر من 15 سنه في هذا البرنامج. عشان كده الحقيقه لما جات لي هذه المشكله اللي انا هقول لكم عليها دلوقتي وقفت عندها كتير وقلت لازم اتكلم فيها النهارده. لان اي اب لما بيكافح في رحله الحياه بيكون هدفه اسعاد اسرته، هدفه يا ساده انهم ما يحسوش بالنقص او الاحتياج، هدفه انه يحقق احلامهم ويلبي طلباتهم. لكن الموضوع اختلف تماما مع عم متولي. الراجل اللي اشتغل بدل الشغلانه اثنين وثلاثه اشتغل عشان ايه؟ عشان يربي بناته السته ويعيشهم احسن عيشه ويعلمهم احسن تعليم. وبعد ما شقي وتعب وشاف الويل فوجئ ببناته وامهم وهم بيطردوه من الشقه اللي اشتراها بتعبه وعرق جبينه. كانت دي يا ساده مكافاه نهايه الخدمه بتاعت عم متولي. مكافاه نهايه الخدمه كاب انه يلاقي نفسه في الشارع بلا رحمه وبمنتهى القسوه والجحود. الحقيقة لما بعت لي الرسالة أنا تأثرت جدا، تأثرت كأب وتأثرت جدا كإنسان، وقلت هي الدنيا جرى فيها إيه. كلمته وهو معايا في الاستوديو عم متولي علشان يقول لنا حكايته بالتفصيل، وكمان معانا الأستاذة المحامية مريم اسكندر اللي ماسكة قضيته. ازيك يا عم متولي؟ ازيك يا استاذ دكتور؟ انت منين حضرتك؟ كنت مقيم في السويس وجيت قعدت في مصر. يعني انت من السويس؟ اه. اهلا وسهلا. بس انا جيت الشحطط ورا عيالي عشان اجيبك مالك. عندك كم سنه؟ 67. ماشي 67. بتشتغل ايه حضرتك؟ انا كنت شغال كهرباء ايام الشركه، ايام ما كنت موظف. بقالك كم سنه متجوز؟ بقالي 40 سنه. اتجوزت مراتك ازاي؟ يعني حبة لجواز تقليدي؟ بنت عمي كانت جايبها لي. بنت عمك جايبها لك؟ كانت عامله معاك ايه؟ يعني هات لقيت فيها الست اللي تسعدك وتريحك وتحافظ عليك ولا لا؟ عمرها ما تعبت على عيله في التعليم. عمرها ما حست بعيله عيانه ولا مش عيانه. عمرها ما راحت مدرسه العيله ولا كليه. انت عندك ست بنات؟ اه. قول لي اسمائهم. منهم واحده واقفه معايا. مين هما ست بنات؟ شيماء دكتور التحاليل. ومين تاني؟ سمر مع فن تفصيل. مين تاني؟ شروق خدمه اجتماعيه. ندى بكليوس تاريخ واثار. ياسمين مع الفن الصناعي. هدير واخده دبلوم. علمتهم كلهم؟ علمتهم كلهم. وانت حريص انك تعلمهم؟ لا ده غصب عني.